في الملف السياسي الاسرائيلي تستمر المفاوضات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب كاخولفان فان بني جانس حول ملامح حكومه الطوارئ الوطنيه. هذا واشار مقربون من المفاوضات ووسائل اعلام اسرائيليه الى ان الخلاف الرئيس يكمن في موقف الحزبين من خطه ضم الضفه الغربيه وفقا لخطه ترامب وكذلك حول هويه وزير العدل ورئيس الكنيست وتتواصل المفاوضات بين الطرفين في ظل غضب داخل احزاب اليمين مما اعتبرتها التنازلات الكبيره التي قدمها نتنياهو لغانت وحزبه. والان من القدس ينضم الينا مراسلنا مروان عثام، مروان مرحبا اذا بدايه يعني متى سترى الحكومه الاسرائيليه الجديده النور يعني وما هي العقبات التي تقف امامها الام رنين بالرغم من الاحاديث الكثير على على موضوع ان الحكومه القريبه بات قوسين او ادنى من نيل الثقه في الكنيسة القريب خلال الاسبوع المقبل لكن على ما يبدو بسبب الخلافات الكثيره التي تعتري المفاوضات حتى الان بين بين كحول لافان وبين الليكود سوف تؤجل هذا الموضوع او الاعلان عن الحكومه الى ما بعد عيد الفصح اليهودي على ما يبدو الخلافات بين الجانبين إيه لا تزال تروح نفسها على الأقل فيما يتعلق بمنصب وزير القضاء وهوية من سيتولاها من إيه كحول لفان إذا إذا كان أفيني سان كورن أو حيلي تروبر اللي كود يفضل الأخير م. على الأول بينما اللي آه كحول لفان يصر يصر على عدم التنازل عن رئاسة الكنيسة لصالح يولي إدلشتن أو تعيين يولي إدلشتن في المقابل تنازل قليلا ووافق نوعا ما على قبول يريف وزير السياحه الحالي نعم. واحد الذين دعوا يوليو ايدلشتين لعدم احترام قرار المحكمه بالتالي هناك الكثير من التفاصيل التي ما زالت موضع خلاف بين الطرفين التي يحاول الذين يحاولون مروان آه الكثير من التفاصيل ومن, ومن ضمنها ايضا لما سمعناه يعني من نواب المعارضه اليوم يطالبون جانس يعني بالعوده عن قراره الدخول في حكومه مع نتنياهو برايك سيناريو كهذا هل, هل هو وارد رنين في السياسة هي لعبة المستحيل فكل شيء وارد لكن حتى في المنظور في المنظور القريب لا يبدو أن لكحول لافان أي خطة للتراجع عما قام به بني جانس فسيبدو الخطوة التي يقوم بها في حال تراجع عن ذلك كخطوة الغراب الذي قلد مشية الحجل بحيث أن جانس لا يمتلك من الأوراق أي من الأوراق التي يمكن أن يعيد أن يعود بها للمعارضة وخاصة أنه أضعف المعارضة بعد 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 الانسلاخ وبعد الانقسام الذي شهده ائتلاف كحول لافان الى اربعه احزاب وبالتالي حصول نتنياهو على الرقم الذهبي الذي بحث عنه وهو 61 عضوا بدون كحول لافان بالتالي هنالك من يخشى الان ان يتكرر السيناريو بان يقوم نتنياهو بالمزيد من الضغط على كحول لافان بغيه الحصول على المزيد من التنازلات من اجل دفع كحول لافان خارج المفاوضات الائتلافيه وعدم تشكيل حكومه واحراج جانس وحرقه تماما سياسيا نعم. وفي ذات المك... في ذات الوقت الحصول علي واحد عضوا لتشكيل حكومة يمينية صرفة... مراسلنا مروان عثاملي من مدينة القدس شكرا جزيلا لك...